طبعا ملي كنتكلموا على الاداء المهني المتميز للتصدي لهذه القضايا الوطنيه الكبرى، كتطرح ايضا ندخلوا شويه لاكوزين، المطبخ التنظيمي ديال النقابه الوطنيه الصحفيه المغربيه. يعني انت خبت مؤخرا يعني رئيس النقابه، البعض يؤاخذ على انتخابك انه كاننا امام ثنائيه حزب الاستقلال والتحشرك في تناوبها على رئاسه النقابه، ماذا تقول في الامر؟ انت تعلم جيدا ان هذه النقابه من الستينات وهي كاينه، خصنا نرجعوا للتاريخ باش نفهموا، لان النقابه خصها تفهم من الداخل عكس ما بعض الجمل، بعض يعني منين كتبغي تضرب ليماج دو مارك راه كتختار الراس وكتبقى يعني الخطاب اللي كيبقى كيتروج باش كله كيكون حقيقه. غير رجعوا لهذا ونذكروا البدايه ديال العمل الاعلامي في المغرب كان ديال الاحزاب، كان الاتحاد الاشتراكي، كان في الحزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، البيان وبين اليوم، من بعد غتجي بعض الصحف ديال يعني الاحزاب ديال اليمين بحال مثلا الميثاق وغيرها. ففي البدايه الاحزاب الوطنيه من 59 غير 62 كان تناحر، كتعرف بانه كان صراع، ولكن خص الناس يعرفوا بان كاين واحد القضيه ينتبهوا لها جيدا، وهو ان الخلاف اللي كان ما بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني واللي تفجر في النقابه العماليه ما تمسش به النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، اتفقوا على ان يمسوا هذه النقابه. علاش؟ لانهم كانوا كيفهموا شنو هو الدور الاعلام وشنو القيمه ديال انه يكون بعيد على هذا النوع ديال التجاذبات السياسيه. وفعلا وفي البدايه كما قلت لك كانت النقابه ديال 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 زعماء الاحزاب، راه ما كانوش فيها حتى جا السي محمد يازغي الله يذكره بخير ويطول في عمره، هو اللي خدا المبادره بفصل الناشرين اللي هما اللي كنسميهم الباترونا او غيرهم كذا ما بين الصحفيين، ولات النقابه فيها لي جورناليست. وهاد لي جورناليست شكون هما؟ هما اللي كانوا في الجرائد الحزبيه. فبالتالي هاد المرحله راه ما كانش زعما ما كانش بديل باش تبدل هادو، ما عندك منين تجيب، ما عندك منين تجيب يعني. طيب هذيك كانت الظروف الان. الان انا نقول لك بانه طيله هاد المرحله استمر هاد التقليد، وكتعرف بانه الجرائد هاد الجرائد يعني خرج منها واحد الجيل كبير ديال الصحفيين اللي محسوب على هاد الاحزاب السياسيه، هو اللي كان مالي الصحافه المستقله منين جات، الصحافه المستقله منين جات واحد الجيل كبير منهم انتشر في هاد. وثانيا عنده واحد الدربه نضاليه، عنده واحد الدربه نقابيه. انا مثلا التحقت بالاحداث المغربيه في ماي، في جوان يعني في 2000، ثلاث شهور دار المؤتمر ولا اربع شهور دار المؤتمر النقابه، كنت انا حاضر في مضارب يعني في هذا، وطلعت للمجلس الوطني وكنت قاب قوسين ان اصعد الى المكتب التنفيذي، بمعنى ان راك جايب معك واحد التجربه كبيره جدا في العمل ديال الشبيبات الحزبيه في هذا. فاذا كتجي معك هاد الاخوان اللي التحقوا من بعد الصحفيين اللي ولاو الافواج اللي كتجي، كان ضروري من انها تكون عندها واحد الفرصه ديال انهم يفهموا هذا العمل الاعلامي. وانت كتعرف بانه على الاقل ما كانتش من 2000 يلاه بدات كتكون هذه الاجيال الصحفيين اللي كيجيو من المعهد، لان كاع المعهد كان كيمشي غير القطاع العام الاغلبيه الساحقه، ولكن عكس ما يعتقد البعض. وانت كتعرف هذا الشيء داخل النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، هذا المكتب التنفيذي اللي حنا فيه دابا الاغلبيه الساحقه فيه لا انتماء حزبي لها نهائيا، ما عندهمش انتماء حزبي. اكثر من هذا، منين كنبغيو مثلا، وانت كتعرف هذا الشيء، منين كنبغيو نشكلوا الفروع ديالنا بعض الاحيان كيمكن كنهزوا واحد الى جا غير من شي حزب من اي جهه جات كنهزوه هو، ما كانش كاع يصوت عليه، وكنطلعوه باش يكون ذاك النوع ديال لا ديفيرسيتي والتنوع وكذا. لكن القدر ديالنا هو ان كنجيو كنلقاو روسنا حنا اللي كاينين في الطيران كنتقاتلوا وكنجريو. ويمكن لي نقول لك ان واحد التجربه دوزناها انا على الاقل واحد الوقيته، هذا السؤال ولا كيتطرح بشكل قوي، راه ماشي غير اليوم. خديت واحد المبادره، وانا عندي علاقه كتعرف طيبه مع الجميع، وكنحاول ما امكن انني خديت واحد في الدار البيضاء، عمرنا درنا واحد المبادره، شدينا الوثائق درناهم في اغلفه، ومشيت لهذوك الاسماء اللي كتنتقد النقابه بعنف بلا ما نذكر الاسماء، ومشيت لهم وديتها لهم حتى لعندهم، قلت لهم يلاه نوض الخوت هانتوما قراو هادشي، احنا مقبلين على تشكيل الفرع ومقبلين على المؤتمر، والتغيير خصو يكون من الداخل، نوضوا عاونونا يلا نوض، يا كتنتقدوا هادشي يجي. ما كاينش واحد النوع ديال داك الالتزام النضالي، ما كاينش واحد النوع ديال الاستمراريه، وكتعرف بان هادشي راه ماشي ساهل، راه الا بغيتي دير هادشي العمل النضالي معناها تضحي بزاف ديال الحوايج. هاد القضيه تاع الامن، فبالتالي غير باش نكمل، فاذا هذا الوضع خصو يتفهم. انا يمكن لي تقول لي مثلا، يمكن لك تقول لي مثلا ملي نمشيو لواحد المؤتمر كتجي فيه 410 ديال الصحفيين على التمثيليه، ماشي زعما جينا لقطنا، راه التمثيليه كيتضاربوا باش يجيو. فاذا جات هاد 410 وقدمات تصور شكون غيوقفها؟
القيادة. لكن حافظنا في النقابة ثاني على واحد القضية أساسية، راها المنظمة النقابية اللي مازال فيها شوية الحياة، الناس كي يلقاو واحد سابقهم كيناضل كيأمنوا به، وكتعرف بأن هادشي النقابة إلا خدينا مثلا العمل النقابي في القطاع العام راه ماشي هو في القطاع الخاص، القطاع الخاص راه العمل النضالي معناه أنك في الجحيم وما ديرها إلا إذا كنت مقمر بكل شيء، بمعنى أنه غدا غيطردوك، غدا ما يقبلوكش، غدا يديروك العراقيل، يعني كنقول هذا الوضع وهذا حقيقة، لأنه ما كنقولش كل شيء، راه كاينة مقاولة إعلامية اللي فيها العمل النقابي متاح وكذا، ولكن راه كاين بعض النقابات اللي الإخوان تيحسوا بواحد النوع ديال التضييق على العمل النقابي بشكل رهيب، ولهذا ما تمكناش أننا ندير واحد التغطية عامة على مستوى الحضور النقابي، لكن ما عمرنا ما تدينا الباب نهائيا الى جا شي واحد قال لك بانني جيت هاد النقابه وقصاوني ولا ما نهائيا. صحيح يمكن تكون واحد النوع ديال العياء التنظيمي كتبان في تراخي تنظيمي، تراخي تنظيمي كتوقع في بعض الاطار، ولكن ثق بيا بانه ها احنا اهم شيء باغي نحافظوا عليه وما عمرو ما يتمس هو ان هاد النقابه تكون ديال الجميع، وان المسؤوليه فيها كتكون انطلاقا من المردوديه. ملي كنقولوا نقابه الجميع، واش كاين رضا على الانتشار النقابي للصحفيين؟ عندنا واحد 4000 ولا 5000 صحفي تقريبا، واش النقابه عندها هذا الانتشار هذا كله فعلا انها تمثل يعني هي يعني الممثل ديال الصحفيين؟ يمكن مثلا ملي كنتذكروا على الاليه يعني القانونيه هاد النقابه شاركت في الانتخابات ديال مناديب العمال مؤخرا، وصلنا ل 50 مندوب تقريبا، 50 مندوب بدوك المؤسسات الصغرى اللي فيها التقنية، راه كيعرفوا الإخوان ديال كيفاش كتدوز الانتخابات، وحصلنا على المرتبة متميزة وما كانش في الطوب، لأن منين جينا كان واحد الضعف شوية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، داركنا في المجلس الإداري اللي اكتسحنا فيه الانتخابات في المناديب. كما قلت لك كنا احنا تقريبا ما كاينش اللي عنده 52 مندوب ديال بالتالي، وهذا الشيء ما كناش كنديروه من قبل، لانه ملي بدات كطرح هذه المساله ديال من هو النقابه الاكثر تمثيليه بدينا كنفكروا في جوانب القانون، اما من قبل ما كانش كيهمنا احنا مناديب العمال، كنا كنعطيو حريه للزميلات والزملاء انهم يترشحوا مع اي نقابه اللي بغاو، يعني ما عندناش مشكل، كنا دائما عندنا علاقه متميزه مع جميع المركزيات النقابيه لان تعرفوا حليف ديالنا الاساسي، لكن هذا القطاع عنده خصوصيته لانه هو ماشي مركزيه نقابيه، هذا راه 3400 ولا 4000 صحفي الا خدينا بطاقه المهني، راه 3200 ولا كذا ديال، فهذا قطاع يكون عنده واحد الخصوصيه ديالو. حنا العضويه كتوصل تقريبا راه كنوصلوا 2800 في هذه العضويه اللي الناس عندهم البطاقه ديال النقابه وهم صحفيين مهنيين، فبالتالي ما بغيناش نبقاو نتبجحوا بهذا الشيء. سيدي نقول لك انا واحد السر، النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه في الدفاع ديال هاد الصحفيين واحد الوقيته، من نهار كانت واحد الحمله الا كتذكر، واحد الحمله ديال الطرد وواحد الحمله ديال التضييق في المقاولات الاعلاميه، جينا نقلبوا على من كندافعوا، لقينا روسنا كندافعوا على واحد 80% ما كاينينش، ما عندهمش العضويه، غير ما عندوش البطاقه ديال النقابه ولا ما مجددهاش ولا، وما عمرنا تاخرنا على شي واحد نهائيا، فين ما كيوقع شي هذا وكيجي لعندنا كنمشيو مباشره للمفتي ديال الشغل ونخلصوا المحامي ديك الاتعاب الاولى، يعني كنديروا ذاك المجهود ديال، وصلنا للقناعه ديال انه الناس ديال الصحفيين كلهم كيامنوا بان النقابه هي الاقدر في الدفاع عليهم، ولهذا ما كنتردوش، بل نمشي معك بعيد، كاينين اللي مشاو لتنظيمات نقابيه اسسوا تنظيمات نقابيه ووقع مشكل وجاو للنقابه باش تدافع على قيادات ديالهم، هذا ماشي كنعتبروا حنا شي حاجه نتبجحوا بها ولا، ولكن هناك شعور بان قبيله الصحفيين خصو يكون عندها تنظيم ديالها قوي اللي يقدر يدافع على المصالح ديالها، ما مستعداش لهذا التفتت والتشتت والتشردم، بل هذا التشردم في بعض الاحيان راه مضحك، راه يمكن لي نقول لك بانه كنلقاو نقابه كتاسس فرع في توريرت ولا في شي بلاصه مثلا في المناطق ديالنا ديال المغربنا العزيز اللي ما فيهاش واحد الحضور صحفي كثير، ولكن كتمشي دير فرع وكدير رئيس الفرع رئيس غرفه. ماهوش ولهذا سنفتحوا هذا الورش كذلك لتنظيم في اطار الاوراش المفتوحه. كسؤال اخير سعد كدرخشيشن، هو الفرع ديال الدار البيضاء تكلم في المؤتمر كان حاضر هذه النقطه بحده، واحد 80% من الصحفيين على صعيد الجهه الدار البيضاء ولا يتوفرون على فرع من مؤتمر طنجه الى مؤتمر مراكش، وحنا الان فوتنا المؤتمر ديال بوزنيقه. من انت كتعرف بانه درنا واحد المجهود كبير فيما يتعلق بالهيكله ديال الفروع، وإلا كتتذكر باننا منين قدمنا الحصيله ديال هيكله الفروع تقريبا كملنا، لان فرع الدار البيضاء والرباط قويين، لان كملنا فرع الرباط قبل ما نجيو للمؤتمر، بقى الفرع ديال الدار البيضاء خصو في الخطه الاستراتيجيه اللي وضعناها انه في 3 اشهر ما يبقى حتى فرع بدوني
هيكله وهي من الاشياء الاساسيه اللي غنوقفوا عليها. الدار البيضاء خصها يكون عندها هي انها كتمثل الثقل في العمل الصحفي، ولهذا التهيئ ليه غيكون بعنايه فائقه باش نعطيه واحد التمثيليه، وهذا جزء اساسي من اللي كنراهنوا عليه في الخطه المستقبليه، وهو ان تقويه الاداه النقابيه هي جزء من تجويد العمل النقابي، وبالتالي الدار البيضاء من المفروض خصو يكون عندها مؤتمر حقيقي ديال واحد الفرع اللي يكون كيجسد القوه التنظيميه ديال الدار البيضاء. بطبيعه الحال التحضير ليه راه بدا من مده وحنا كنهيئوا، غنزيدوا نقويوا نسرعوا هذه العمليه ديال هذا. والدار البيضاء من ما كتعرفها بانه غير الفرع اللي خاص، ولكن درنا واحد المجهود على مستوى اللجان النقابيه والمكاتب النقابيه، تقريبا عطينا جميع المؤسسات مكاتب واللجان النقابيه، بقى غير التتويج ديالو بفرغ ان شاء الله غنوصلوا له باسرع ما يمكن ان نقوم به. سعد كيف خشن انت رئيس النقابه الوطنيه الصحفي المغربي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مرحبا واهلا. مشاهدي الكرام شكرا والى اللقاء.